Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على les opérateurs. Donc في البداية غادي نديفيني deux vecteurs. باش نخدم عليهم. مثلا ناخدو هاد الفيكتور هادي. أنا إلا استعملت بوان فيرغول. On va les disposer entrer. ما كأفيشيش ليا الريزول. دونك هادي هي إضافة بغيت نضيفها ليكم. ديفيني تاني مثلا الفيكتور تانية باش نخدم عليها تايا واحد ان دو تروا بار اكزومبل. دونك في لي زوبيراسيون كيفما كتعرفو كاينة كاين لو برودوي. برودوي كنستعملو ليه نبداو بيان نبداو بلاديسيون. لاديسيون ممكن اننا نديرو لاديسيون اونتر ان فيكتور اكس مع ان سكالير بار اكزومبل ان. انا كنستعملو بلوس بالكلافي ديالنا باش كنديرو لاديسيون. الى طابينا اونتري دونك كتشوفو بلي كاع لي زيليمون ديال هاد لو فيكتور اكس تزاد عليهم ان عطاتنا ريزولتا 2 3 4 5. Et aussi, mon kin diro l'addition, smo addition vectorielle v égale mon kin sem l'outil faire x plus y. On s'attend à l'addition de chaque élément bordo 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 2 plus 3 plus 2, 5, et 4 plus 3, 7. Kéna kadelik, quel le produit? Produit. نسميو لو برودوي. كاين برودوي ممكن اننا نديرو برودوي لدان سكالير فوا ان فيكتور. دونك السين اللي كنستعملو باش كنديرو الملتيبليكاسيون هي الايطوال. دونك 3 ايطوال اكس بار اكزومبل تشوفو هنا الريزولتا. دونك كل اليمون شاك اليمون دو سو فيكتور غادي تضرب في 3. Aucun le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est un x, le produit scalaire, s signifie scalaire, égal, il est donné, c'est un x étoile y, je vous le dis, un erreur. Allez, je vous le dis, le vecteur y, le vecteur y qui fait des, ou un vecteur ligne, ou le fort. و x فيكتور لين. فهنا البروبليم كيف ما قلنا انا قبل في الدرس اللي قبل يعني قلنا باللي كاع لي زيليمون كيعتبرهم لي ماتريس. دونك هنايا البرودوي اللي كنديرو حنا سكالير راه كيعتبر هو برودوي ماتريسيال. دونك راه خاص لو نومبر دي زيري نومبر دي لين اللي عندنا هنايا يكون كيساوي لو نومبر دي كولون. حنا لي نومبر دي كولون اللي عندنا في هذا الفيكتور اي راه ولا 4. دونك خصنا نستعملو فيكتور كيفاش دايره فيكتور كولون. باش كنستعملو الفيكتور كولون بحال مثلا الا كانت عندنا مثلا اي وبغينا نردوها كولون كنديرو لا ترونسبوزي ديالها. والترونسبوزي ديالها مثلا ديال اي كراك سميو فواحد لا فاريابل كنديرو هذيك لو فيكتور. بحال مثلا عندنا هنايا اي كنديرو فوق منو برين شتي باش كنديرو لي ترونسبوزي ديال. ودابا ممكن نديرو البرودوي ديالنا مكاين حتى شي بلا حتى شي مشكل. برودوي سكالير ايغال اكس ايطوال اي برين. دونك هنايا عطانا البرودوي سكالير. كاين واحد البرودوي اخر كيتسمى برودوي ديال اليمون بار برودوي اليمون بار اليمون. كيفاش هاد البرودوي هذا؟ بحال مثلا انا الا بغيت ندير برودوي ديال اليمون بار اليمون ديال هادي اكس فوا اي كريك دونك غايشد لي هاد اليمون هذا وغيضربو في هاد اليمون هذا وغيستوكي في واحد الماتريس جديده وغيشد هذا في واحد لو فيكتور جديد وغيشد هذا وضربو في هذا وحطو في ليليمون تاني شد هذا وضربو في هذا اي انسي دو سويت. دونك هاد البرودوي سكالير شنو كنستعملو ليه؟ كنديرو واحد البوان
بوان هادي كنديرها قبل من الايطوال. دونك هذا كيتسمى برودوي اليمون بار اليمون. دونك غادي نجربو نديرو برودوي اليمون بار اليمون ديال اكس فوا ايغريك نسميو هنايا برودوي اليمون اليمون بار اليمون ايغال. دونك كيف ما قلت ليكم بلي كيدير شاك اليمون كيضربو كيضربو في الاليمون اللي كي كوريسبوندون لي في الماتريس في الفيكتور الثاني. دونك الا بغينا نحسبو البرودوي سكالير كاينه واحد لا فونكسيون كدير لك لاسوم ديالاج ديال لي زيليمون ديال شي فيكتور عطيتيها لي عطيتيها لي بحال مثلا هاد لو فيكتور هذا الا درنا ليه لاسوم ديالو حيت حنا درنا برودوي اليمون بار اليمون الا درنا لاسوم عطينا البرودوي سكالير اللي كنا حسبنا هنايا هو برودوي سكالير اللي هو 21. دونك 2 بلس 6 8 8 بلس 2 20 20 بلس 1 1 دونك هي دي 21. هاديك تسمى مثلا الا بغيتي تحسب نسمو حنا التوتال التوتال ايغال صوم ديال ديال برودوي يعني الفاريابل اللي ديفينا قبل برودوي اليمون بار اليمون. دونك هذا يدير ليا لا صوم ولا التوتال يجمع ليا كاع لي زاليمون ديال هاد لو فيكتور در اونتري عطيني 21 اللي هو البرودوي سكالير. دونك شنو كاين عندنا تاني؟ كاين الديفيزيون. الديفيزيون تاعي ممكن اننا نقسمو نسميو ديز ممكن اننا نقسمو مثلا فيكتور اكس على ان سكالير مثلا ان على مثلا نديرو حنا 2 كيعطينا الريزلت ديال الديفيزيون ديال اليمون اليمون بار اليمون كل اليمون كيدير كيقسم القسمه ديالو. دونك بحال درتي برودوي فوا ان سير 2 كاين ديفيزيون اليمون بار اليمون هي نفسها بحال برودوي اللي هضرنا عليه من قبل. كنستعملو بوان فيغول دونك اكس واحد كنستعملو واحد بوان قبل من سين ديال الاوبيراتور. دونك الا درنا مثلا ديف اليمون بار اليمون اليمون بار اليمون ايغال اكس بوان y. دونك نقسم شاك اليمون دي x نقسمو على على كل اليمون في y. y عندي ماشي y ايغال كومبيان دونك عندي هنا y خديتها ترونسبوز دونك خاصها تبقى كولون. دونك غنرجعها كولون ممكن ندير لها ترونسبوز ديالها باش تولي ليا لين باردون. ودابا ممكن نستعمل ديفيزيون عادي ديالي ديفيزيون طن دونك واش كل اليمون من اكس قسمو على كل اليمون من ايغريك. اوكي هنا البويسونس بالنسبه للسكالير دونك ليكسبونسياسيون مثلا كنستعملو شابو هادو سينات مثلا الا بغيت نحسب الكاري مثلا 2 على بويسونس 2 بالنسبه للي فيكتور ما كيتخدمش هاد القضيه هادي. فمثلا الا جيت ندير مثلا اكس وندير هكا وندير كاري ما يحسبش ليا الكاري ديالو. بغيت ندير الكاري ما يحسبش ليا الكاري فهمت. دونك هنا كاين كيقول لك بلي راه ممكن تحسب هاد الباور يعني ممكن تستخدم هاد الباور يعني اليمون بار اليمون. نجربوها مثلا نديرو اكس بوان دونك غيشد ليا يحسب ليا الكاري ديال ولا بويسونس ديال كل اليمون بوحدو. كنعاود تاني البرودوي فيكتوريال ديال لي فيكتور. كاين واحد لا فونكسيون في ماتلاب هي اللي كدير لينا برودوي فيكتوريال مي على لي فيكتور اللي ما كيتعداش طول يعني سايز ديالهم 3 ديال لي زاليمون. بحال مثلا الا بغيت ندير برودوي فيكتوريال ديال اكس و y غادي تعطيني ايرور. دونك هاد الفونكسيون هي كروس نسميو بعدا برودوي فيكتوريال برودوي فيكتوريال ايغال كروس كروس ديال x فيرغول y.
دونك شفتي دونك قالت لك في هذا الميساج بلي ا اي بي خص يكون عندهم في لي ديمونسيون ديالهم 3 خصهم يتداوش 3. دونك انا عندي فيني دو زوتر فيكتور يو ايغال 1 2 3 يعني 3 ديال لي زاليمون لو بوان فيرجول شطينا شي ريزولتا اي في ايغال 4 5 6 لو بوان فيرجول مش عارفش ليا ريزولتا. ودابا ممكن ندير برودوي فيكتوريال بلا بروبليم. برودوي فيكتوريال ايغال كروس ديال لي فاريابل دونتخي كتقبل هي لي فيكتور لي باغي ندير البرودوي ديالهم دونك اي في دري. دونك او انايا كالكولات لي عطاتني البرودوي فيكتوريال ديال هاد لي دو فيكتور. ممكن كذلك انني نحسب ليماج ديال نيمبورت كيل فيكتور بي بحال مثلا بغيت نحسب ممكن نحسب ليكسبونونسيال او اكس بي ديال اكس. ممكن نحسب مثلا الكوسينوس اي ايماج ديال ممكن نحسب ليماج ديال اي فيكتور بالماتلاب. دونك هنايا سهلت الحلقة ديالنا. إذا كان عندكم أي تساؤل ولا ما فهمتوش شي حاجة ولا ما فهمتوش شي حاجة في هاد لا فيديو ولا عندكم شي اقتراح ولا شي انتقاد فالصفحة مفتوحة في وجه ديال الجميع. وكنتمنى لكم التوفيق.